السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثالث متوسط معكم معلمتكم حصروي. نستعرض سوياً قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استداداً للدرس. أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، عنوان الدرس كولاج الانسجام اللوني، الهدف العام معرفة عمل كولاج الانسجام اللوني، الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على الكولاج، أن يستخدم الطالب والطالبة تقنيات جديدة في الكولاج، أن يحقق الطالب والطالبة الانسجام اللوني في العمل الفني، التدرج اللوني والألوان المتكاملة، أن يقص الطالب والطالبة الورق الملون، أن يستخدم الطالب والطالبة صمغ بمعايير مناسبة. ما هو فن الكولاج يا أبنائي وبناتي؟ تعرفنا عليه في دروسنا السابقة. ما هو فن الكولاج؟ هو ماذا؟ تكنيك تجميع الأشياء المختلفة. لماذا أحسنتم لتكوين عمل فني جميل؟ أحسنتم يا أبنائي وبناتي. إذن فن الكولاج ماذا؟ تكنيك تجميع الأشياء المختلفة لعمل فني جميل، والألوان المختلفة كذلك والخامات المختلفة. أحسنتم. ما هي الأدوات الأساسية في حصة مادة الفنية يا أبنائي وبناتي؟ هنالك أدوات أحسنتم أساسية، أحضرها الآن، من المقص وقلم الرصاص والمسطرة وكذلك الصمغ. أحسنتم. والورق الملون والصمغ. أحسنتم. وخلفية للعمل. أحسنتم. ما هي الخطوات الكولاج يا أبنائي وبناتي؟ هنا نشاهد ماذا؟ قوارب. أحسنتم. قوارب في البحر. سوف نعمل على ماذا؟ على كولاج القوارب. أحسنتم. الخطوة الأولى أمزق ماذا؟ الورق الأزرق يمثل مياه البحر. أحسنتم. لماذا أحسنتم أمزقه؟ ليشابه مياه البحر. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. أجزئه لقطع طويلة وأبدأ بالتثبيت على الخلفية. أحسنتم. وأرسم باستخدام الألوان الزيتية في الأعلى الغيوم، وأبدأ بالتلوين الخفيف باستخدام الألوان الزيتية. أحسنتم. وباللون الأحمر هنا سوف أصنع القوارب، أرسم القوارب وأبدأ بالقص. ممتاز. هنا قصصنا القوارب وثبتناها على الخلفية. أحسنتم. ثم هنا الأشرعة. الأشرعة تمثل ماذا؟ أحسنتم. شكل الأشرعة تمثل شكل المثلث. أحسنتم. سوف أقص. أحسنتم. المثلث وأقصه من المنتصف ليمثل الأشرعة، وأقوم بالتثبيت باستخدام ماذا أثبت؟ ممتاز يا أبنائي وبناتي، باستخدام الصمغ. ممتاز يا أبنائي وبناتي. ننتقل هنا للتطبيق العملي للكولاج، لكولاج القوارب يا أبنائي وبناتي. وما هي الأدوات التي سوف أحتاجها؟ بداية يا أبنائي وبناتي، هنا نشاهد ماذا؟ هنا كولاج القوارب. أحسنتم. هنا كولاج القوارب. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. وماذا أحتاج لعمل كولاج القوارب؟ أحتاج لورق ملون بألوان مختلفة. أحسنتم. والمقص وخلفية للعمل. ممتاز يا أبنائي وبناتي. وصمغ للتثبيت. أحسنتم. وقد أحتاج ماذا؟ أحسنتم. لون الأزرق لرسم الغيوم. سمي بالله يا أبنائي وبناتي، وأبدأ بعمل الكولاج. بداية الخطوة الأولى ماذا؟ أحسنتم. سوف أمزق اللون الأزرق. أحسنتم. سوف أمزق اللون الأزرق. ممتاز يا أبنائي وبناتي. أمزق اللون الأزرق وأقوم بتثبيته. أحسنتم. لتثبيت ماذا؟ على الخلفية. أضع الصمغ على الخلفية وأبدأ بالتثبيت. ممتاز يا أبنائي وبناتي. أبدأ بالتثبيت.
احسنتم. ابدأ بالتثبيت. ممتاز يا ابنائي وبناتي. أبدأ بتثبيت. أحسنتم القصاصات لتكون ماذا؟ أحسنتم مياه البحر. هنا نريد ماذا؟ تكوين ماذا؟ مياه البحر. أحسنتم. نبدأ بالتثبيت باستخدام الصمغ. لتكوين مياه البحر. ممتاز يا ابنائي وبناتي باستخدام الصمغ. ممتاز. هنا انتهينا يا ابنائي وبناتي من تثبيت الخلفية لعمل مياه البحر. سوف انتقل لماذا؟ لرسم. احسنتم في اللون الوان الزيتية. لماذا؟ أحسنتم للغيوم وتلوين السماء باللون الأزرق. أحسنتم. هنا رسمنا الغيوم وسوف أقوم بماذا؟ أحسنتم بالتلوين باستخدام اللون الأزرق. ممتاز يا أبنائي وبناتي. أحسنتم. هنا انتهينا من ماذا؟ رسم الغيوم والتلوين باللون الأزرق. سوف أصنع قوارب. سوف أصنع القوارب. أستخدم قلم الرصاص. أحسنتم. لرسم القوارب سوف أرسم 3 قوارب. سوف أرسم 3 قوارب. أحسنتم. هنا رسمنا القوارب وسوف نقصها. ممتاز. نبدأ بقص القوارب. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. ممتاز يا أبنائي وبناتي. هنا قصصنا قوارب باستخدام اللون الأحمر وسوف أقوم بالتثبيت باستخدام الصمغ. أحسنتم. نثبت القوارب. ممتاز يا أبنائي وبناتي. أبدأ على تثبيت القوارب. نقوم هنا تثبيت القوارب وسوف أعمل ماذا؟ أشرعة. أحسنتم. هنا أشرعة بماذا؟ أحسنتم. مثلثات. ممتاز يا ابنائي وبناتي. أقص المثلث بالمنتصف وأقوم بالتثبيت. أقص المثلث بالمنتصف وأقوم بالتثبيت باستخدام الصمغ وأضع ماذا؟ فاصل ما بين أحسنتم بين أشرعة. فاصل صغير ما بين الأشرعة. أحسنتم يا ابنائي وبناتي. ونستخدم اللون الأصفر للأشرعة.
ممتاز يا ابني وبناتي، أحسنتم، شرفنا على الانتهاء من عمل ماذا؟ كولاج الانسجام اللوني. ممتاز، هنا ماذا؟ كوننا ماذا؟ أحسنتم، هنا القوارب باللون الأحمر والأشرعة باللون الأصفر. ممتاز يا ابني وبناتي، أحسنتم أداء رائع، بارك الله فيكم يا ابني وبناتي. هنا ماذا فعلنا؟ أحسنتم، هنا عملنا على ماذا؟ على كولاج الانسجام اللوني، هنا اللون الأزرق واللون، أحسنتم، الأحمر واللون الأصفر. أستطيع كذلك ماذا؟ استخدام، أحسنتم، ورق ملون بألوان مختلفة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أداء رائع، بارك الله فيكم. ننتقل لتعميم المهارة على أولياء الأمور. تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على عمل الكولاج، تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك ابن الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.